هل الشك في عدم قبول العمل من الوسواس؟ هذا هو الوسواس، وهذا أيضا من سوء الظن بالله، فإن الله جل وعلا أمرنا أن نحسن ونحسن الظن به، وسوء الظن بالله أن تعمل العبادة ثم يسوء ظنك بالله ألا يقبلها. وإنما اللائق بالمؤمن أن يسيء ظنه بفعله لا بربه، يسيء ظنه بفعله بمعنى أنه لم يأتي بالعمل على الوجه الكامل، فيرجو من ربه التكميل والتسديد والعفو، لا أنه يوسوس أن عمله يرد عليه، والله أعلم.